تخيلي ماذا قاله لي؟ انظري، لم تغلق الخزانة. دعينا نكتشف ماذا يوجد. يبدو وكأنه نوع من الخزائن. يجب أن يكون بداخلها شيئا ذو قيمة كبيرة. لنرى. لا، قفوا. أين نحن؟ يبدو أنه حان وقت التحدي. سأفتح خزانتي أولا، إنها تبتسم لي. واو، كومة كبيرة من البوب إيت المشرقة. هذا عظيم. واو، نعم، ليس هناك كلمات. حان الوقت للضغط عليهم وتهدئة الأعصاب. غريب، لماذا هم ناعمون جدا؟ ورائحتهم لذيذة. بالضبط، إنهم حلوى سكرية. حلوى، أنت محظوظة. نعم، لا يزال هناك الكثير منهم. أستطيع أن أكل كل شيء دفعة واحدة. من الصعب جدا التوقف. إنها لذيذة. يبدو أنها تركت واحدة. ربما هي لنا، لنجرب. حسنا، هيا، إنها ملكي. أوه، كم هذا مؤلم. حان الوقت لمعرفة ما ينتظرني. حسنا، يبدو أنه شيء ناعم للغاية. أوه، هذا دود حي. لن أكلهم، لا أرغب في ذلك، هم مرعبون. انتهى الأمر، لا تقلقي، لقد طاروا بعيدا. لكنهم طاروا علي الآن. ساعدوني، يريدون أن يأكلوني. أعتقد أن هذا سيساعدنا هنا. سوف يأكل كل ديدان على الفور، حتى أولئك الذين يصنعون شاربا على وجهك. كم هذا مضحك، لكنني سأبعده عنك أيضا. لماذا وضعت شفتيك؟ أنا بحاجة لامتصاص الدودة بطريقة ما. انتهيت، كل شيء جاهز. نعم، انتهى الأمر الآن. شفا هدي، أنا جاهزة أيضا. هل تمزحي معي؟ إذا لماذا لا تتذوقي كل هذه الديدان الرائعة؟ أحصلي عليهم. هم في داخلي الآن. ماذا أفعل؟ هذا مقرف. حسنا، لا تصرخي، من الأفضل أن تري ماذا يوجد في خزنتك. كمان. هناك جرعة تنتظرني في الخزنة. أتمنى ألا أتحول إلى ضفدع أو دودة. عجيب، حتى الآن لا أشعر بأي شيء على الإطلاق. كل شيء كما كان سابقا. هذا غريب. أوه لا، ماذا يحدث لي؟ يا بنات ساعدوني، يبدو أنها جرعة التقلص. أنا الآن بحجم اليد. حسنا، سأعيدك. انظروا، يا لها من لطافة. أوه أنت، هل ما زلت تعضين؟ أوه هذا مؤلم. حسنا، لا مشكلة، سأتعامل معك على أي حال أيتها الفتاة الصغيرة. ستقاتلين ثعبانا حقيقيا. أتعتقدين أنني خائفة منه؟ نعم، سأتخلص من هذا العدو في لمح البصر. أتساءل من سيفوز. لم يعرف بعد، لكنني أعتقد أن الدودة أقوى. أيها الفيروس المتنقل. نعم، لقد انتصرت عليه بالفعل. خذ هذا، إنه لك. واو، لقد فازت حقا. ما رأيكم؟ لقد كانت معركة رائعة. هذه المرة لدي شيء لذيذ، إذن سأفتح خزنتي أولا. واو، هذا كوكتيل مع مارس، أنا أحبه. ما الذي أنتظره؟ حان وقت الشرب. لماذا لا يتدفق؟ زجاجة غبية. أنت لا تفهمي. اسمعي، دعيني أوضح لك كيف تشربي. أنت؟ طبعاً. لن أعطيك الكوكتيل، إنه لي ويمكنني أن أشرب بدونك. كم أنت جشعة وبخيلة، لكن لن أهتم، سألقنك درساً. ستعرفين كيف لا تشاركي مع أصدقائك. ماذا فعلتِ؟ أنا الآن مبللة تماماً.
أنا بإمكاني شرب الزجاجة بأكملها. اعتقدت أننا أصدقاء. توقفي عن النحيب ديانا، افتحي خزنتك. ماذا؟ سمكة؟ أوه لا، من الجيد أنها ليست لنا. لكن لا يزال عليك أكلها، هذه هي القواعد. أعلم بدونك. لأجرب الآن. موريا، لا، هذا فوق قوتي، لن يعمل، لن أكله. إنها القواعد، هيا كلي. حسناً، اقتنعت. أنا بحاجة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. إيو، يا له من مقرف. إيو، ما هذا الحسك؟ أبعده عني. ويكفي ضحك، هيا ماري افتحي خزنتك. نعم، بكل سرور. ما هذا؟ نوع من حلوى الاسكتلز. أنا أحبهم بالطبع، لكن لماذا هم قليلون جداً؟ طعمها مثل العادي، مجرد حلوى رائعة. بشكل عام أنا راضية. يبدو أن هذه الحلويات تنمو الآن علي. كم هذا رائع. صحيح، لنجربها. تفضلي. واو، انظري، أنا الآن جميلة جدا أيضا. ديانا، هل تريدين؟ لا شكرا، أنا لا أكل البثور. مرة أخرى، سأكون أول من يفتح الخزنة. أعتقد أن الجميع يوافق على ذلك. هذا ما أفهمه، هدية. لا يوجد الكثير من أجهزة الآيفون، ويا لها من صور جميلة ستظهر عليه. مشهد رائع. أنا أريد أيضا، أعطني بعض الصور. لا، اذهبي بعيدا، لا تفسدي صوري. أعطني، أنا أريد أيضا. يا فتيات، توقفوا، أعطوني إياه. بينما تقرروا، سألعب الآن. كيف تجرؤين؟ أعطني إياه، إنه لي. ماذا فعلتي؟ هاتفي الجديد. أوبس، يبدو أنه ليس في أفضل حالته. هذا كله خطأك. ماذا فعلتم؟ ليس لدي الآن هاتف، هذا مكسور. ما دمت تحملين ذلك، سأفتح خزنتي. غريب، هل هو فارغ؟ دعونا نرى ماذا يوجد. أو لا، ضفدع. أنا أخاف منه، ساعدوني. أبعد هذا المقرف عن رأسي. لست بحاجة إلى هذا الحيوان أيضا، هيا ابتعد عني. أو لا، ابتعد. ماذا لو كان أميرا مسحور؟ ثم سأصبح أميرة حقيقية. أحتاج إلى التحقق من ذلك. وكيف هو الأمير؟ غير مضحك، لقد تحققت بالفعل. حسناً، تحققي أفضل. في غضون ذلك سأرى ماذا يوجد في خزنتي. آها، نوع من القبعات غير المفهومة. ماذا أفعل بك أيها الضفدع؟ لا أريد أن أزعجك، لكن يبدو أن ضفدعك تحول إلى تمثال. تمثال؟ عجيب، لماذا لونه بني؟ آها، بالضبط، إنه شوكولاتة. نعم، ليس فقط شوكولاتة، ولكن شوكولاتة رائعة ولذيذة. اسمعي، ربما تستطيع وضع الآيفون في قبعتك. هيا لنكتشف. لقد نجح، كم هو جميل. الآن لدي هاتف آيفون من الشوكولاتة، بالإضافة إلى أنه لذيذ جدا. إذن القبعة ليست عديمة الفائدة، لكن هل يمكنني ارتداؤها؟ يبدو أن كل شيء على ما يرام. يا إلهي، أنت وأنا الآن لدينا شوكولاتة من ماري. دعينا نأكل أصابعها. لا، لن نسخر منها. دعينا فقط نخلع قبعتها، ثم ستعود على ما كانت عليه. لنجرب. شكراً، لقد قمتم بإنقاذي. أعتقدت أنني سأبقى شوكولاتة إلى الأبد. ها
هذه المرة اللذاذة تنتظرني؟ آمل أن يكون شيئاً لذيذاً. نوتيلا، أنا أعشقها، أريد أن أكل العلبة كلها. آسفة، أراد الغطاء نفسه أن يجلس على رأسك مباشرة. مهلاً، هذا لا يعني أنه يجب أن يكون على وجهي. هيا لا تنزعجي، أنا فقط سعيدة بشأن الضيافة القادمة. أنا متأكدة من أنها لذيذة. كنت على حق، ألذ مما كنت أتخيل. أنا أيضاً أريد. أنت تريدين، لكنه لي، خذي هذا. ومع ذلك هناك قطرة على أنفي. رائع، على أنفك، لكن يدي كلها بالنوتيلا. نعم نحن نرى، أنت كلك في النوتيلا. يبدو أننا الآن بحاجة إلى التعمق أكثر وأكثر. أولا، يدي عالقة. لأنك شرهة يجب أن تأكلي أقل. سيكون من الأفضل عدم الضحك ولكن مساعدتي. هيا كلاريسا ساعديني، اسحبي العلبة. لنجرب، دعونا، نستطيع فعل ذلك. هيا سحب، شد. هناك الكثير من النوتيلا الآن. دعينا نأكل كل شيء بسرعة. أنا بخير، لا تقلقوا علي، أنا على قيد الحياة. هل أكلتم كل شيء؟ حقاً؟ هناك المزيد من الشوكولاتة، يمكنني أن أكله مباشرة من يدي. بينما تأكلين سأكتشف ماذا ينتظرني. شيء كريه الرائحة. لا، هذا جوف. كلا، لسوء الحظ هذا هو. لا أريد أن أكله، ارحموني. تحدثي أقل وكلي أكثر. هيا. قرف، جنون. نعم، يبدو الأمر مثير للإشمئزاز فقط. هذا صحيح، لا أستطيع ابتلاعه، إنه جدا جدا جدا. لقد انتهى التأثير. رائع. أجل، رائع، الآن سنكتشف ماذا ينتظرني. يبدو أن الوقت قد حلنا. مكتبنا في أسفل القاعة بالتوفيق. واو، رائع، لا نرى هذا كثيرا في مستشفانا. الآن لا أشعر بثقة كبيرة بجانب هذا الجمال. يا رفاق، شكرا لكم، أنا أرسل لكم قبلاتي. أحببتها. تطير العقل، امرأة جميلة. هاي، إلى أين؟ اجلسوا وانتظروا الدور. مرحبا. مساء الخير، تفضلي بالجلوس، سنبدأ قريبا. آسف، أنا أخرق نوعا ما اليوم. هذه فرصتي. حسنا، ليليا ولولا، حان وقتكما. يكفي جلوس في الكرات، حان الوقت للخروج إلى الهواء الطلق. تعالوا يا أعزائي، هل يعجبكم هنا؟ كم هي جميلة، أعتقد أنني أبدو وسيم اليوم. ما اسمك؟ ما هذا أيضا؟ هامستر؟ ألا تخجلي؟ هيا أخرج من المستشفى الآن. لديك طفل، بالطبع سأدعك تدخلين، تفضلي. شكرا، مرحبا. هاي. لا تولي اهتماما، لقد شرب للتو. إذن شرب، لا أعتقد ذلك إطلاقا. ما هذا أيضا؟ القدوم مع سمكة وقاحة. حسنا، أخرجي من العيادة الآن. لا أصدق. لا، أنا أسقط. أوتش، هل أنت بخير؟ هذا بسبب حوض السمك الغبي. أحب هذا الفأر، وأنا أحب السلحفاة. يا فتيات، لاحظوا أنه لا يسمح للحيوانات بالدخول إلى العيادة، لذلك يجب أن تتركي سلحفاتك اللطيفة هنا. أنا أملك حوضاً مائياً خاصاً لها، وستجلس هنا خلال هذا الوقت. تفضلوا بالدخول. سأضطر إلى ترك فأري جيري أيضاً. لكن من هم ليخبرونني بذلك؟ أريد أن يكون صديقي معي دائماً. جيري، لن تمانع إذا وضعتك تحت قبعتي، أليس كذلك؟ سأصنع قاعة مزدوجاً في القبعة حتى يشعر جيري بالارتياح.
وسيكون باب منزله أجمل باب في العالم على شكل قلب أحمر. يا له من الجمال! هيا ادخل، أنا متأكدة أنك ستحب المكان. والآن يمكنني أن أدخل. هاي قفي، ما هذا تحت قبعتك؟ إنه فارغ. حسناً أعذريني، تفضلي. مساء الخير. أهلاً، اجلسي بثبات وأخبرينا ما الذي يزعجك. أعاني من ألم في الأسنان ولا أستطيع حتى أن أتحرك بشكل طبيعي. عادة لا ترتبط مثل هذه المشاكل بالأسنان. أفهم الآن لماذا لا تستطيع التحرك. ألا تفهمي؟ الحيوانات ممنوعة، أخرجي الآن. انتظري، ماذا يوجد بين يديك؟ يبدو أرنب. بالطبع لطيف للغاية، لكن الحيوانات ممنوعة. ممنوعة؟ ماذا علي أن أفعل مع أرنوبي؟ لا تقلقي عزيزي، سنفكر في حل. فكري يا آني. فكرة، سأضع الحقيبة في بطني وسأبدو كالحوامل. أتمنى ألا يعرف أحد. للفحص. سترزقين بطفل قريبا، يا لها من فرحة. تفضلي بسرعة. حسنا، بقي القليل. يا له من سن. مرحبا، تفضلي بالجلوس واجلسي بالطريقة التي تناسبك. لا تقلقي، كل شيء سيمر بسرعة. نجحت أرنوبي، يمكنك الخروج. أنت آمن الآن، لا أحد سيفارقنا. كم من الجيد أنني أحضرتك معي. أحضر الأدوات. هل تسمعي هذا أيضا؟ أرنوبي اهدأ. لا أسمع شيء. أرنوب، إلى أين ذهبت؟ لم أكن أتخيل. من أين أتى؟ كيف ذلك؟ لقد خدعتيني. ابتعدي الآن من هنا، أخرجي. لم أتوقع أنهم سيبحثون هنا. حسناً، علي التصرف بثقة. لحظة، أنت تلعب كرة السلة؟ أنا أيضاً كرست حياتي كلها للعبة، لدي ميداليات أيضاً. أعطني الكرة. لا أستطيع. لماذا؟ كشف أمري، علي فقط الركض. قف، سوف ألحق بك الآن. ليس بهذه السرعة، اجلس بهدوء، سوف نفحص أسنانك الآن. بالضبط، لقد تعرفت عليك، أنت كوينتين. بالأمس شاهدت لعبتك على شاشة التلفزيون. وقع لي الصورة من فضلك. صورة؟ هذا سهل. جاهزة، تفضل. شكرا جزيلا. توقف يا دكتور، إنه يخفي شيئا ما. لم يعطيني الكرة، تخلى عنها الآن. سأصل إلى الحقيقة وأعرف ما الذي يحدث هنا. لن أعطيك أي شيء، أتفهمين؟ تعلمون ماذا؟ أنا ذاهب. شكرا على وقتكم. وقد طلبت توقيعه، يا لها من وقاحة. لا يسمح بالحيوانات في عيادة الأسنان هذه، لكني لا أستطيع ترك صديقي هنا. إذن لدي فكرة، بينما الممرضة مشغولة بالتقاط الصور، سألتقط لنفسي هذا المعطف الأبيض. لا أعتقد أنهم سيسألون الموظفين عن أي شيء، وسأخفي صديقي هنا. خطة رائعة. مرحبا، تضيعين الوقت في مكان عملك؟ آسفة، لقد شردت قليلا فقط. عليك التركيز، لا يوجد زوار حتى. نعم، خطتي عبقرية فقط. الشيء الرئيسي هو أنني تمكنت من إحضار صديقي معي، هذا انتصاري الصغير. المعذرة، لكن متى سنبدأ بالفحص؟ نانسي، مرحبا، أنت على الهاتف مرة أخرى؟ لا، فقط لدقيقة. هذا غريب، الطبيب موجود بالفعل. نعم، اليوم تأخرت قليلا. ما الذي يحدث هنا؟ ما هذا؟ يوجد أرنب على مكتبي؟ لا داعي للغضب، أنا ذاهبة بالفعل. ما كان ذلك؟ لحظة، التالي. هذا أنا، تمنوا لي حظا سعيد. لحظة، افتح الكتاب، أريد أن أعرف ماذا في الداخل.
إنه فقط كتاب. ماذا تقولي؟ كنت أعرف ذلك. هذا هامستر بالطبع لطيف للغاية، لكن الحيوانات ممنوعة في المستشفى. سأضعه في القفص وأنت أدخلي إلى الفحص. خذه عندما تنتهي. تفضلي كتابك. الحيوانات ممنوعة، ماذا سأفعل مع صرصوري؟ ربما ينطبق ذلك مع الحشرات. أعتقد أن لدي خطة. الخطوة الأولى هي سرقة وعاء من الفيتامينات. كنت أشاهد الكثير من أفلام النينجا طوال الوقت، لذلك التحرك بخفة من نقاط قوتي. والآن يمكنني وضع صرصوري في هذه العبوة. بالتأكيد سيسمحون لي بإدخال الفيتامينات. انزل يا صديقي. يمكنني الدخول. نعم، هذا ما قلت له. هاي قفي، ماذا يوجد في هذه العبوة؟ فيتامينات. بالطبع، تفضلي بالدخول. القفاز تطير. آسف، لم ألاحظ أنك هنا. تفضلي بالجلوس. صرصوري، هل أنت حي؟ لقد دخلنا بالفعل، ويمكنني أن أطلق سراحك الآن. لا تقلق، لن تضطر إلى الانتظار طويلاً. فقط سأقلع أسناني وسنعود للمنزل. أين هو؟ عن ماذا تبحث؟ أنا في عجلة من أمري. أبحث عن الفيتامين. لقد أتيت بهم، أعطني. ألا نستطيع الاستغناء عنهم؟ غريب، أين كل الفيتامينات؟ لماذا العلبة فارغة؟ ما هذا أيضاً؟ من أحضره إلى هنا؟ ألا تخجلي؟ هيا أخرجي بسرعة. حسناً، لكنني سأخذ صرصوري معي، إنه صديقي. مرحباً بالجميع. يا له من آيس كريم، ولذلك أيضاً. من هناك؟ مرحباً أيتها الجميلة، كيف حالك؟ يا له من وسيم. ماذا بك؟ تجمدت؟ رائع، أعتقد أنني سأتناول الآيس كريم. هاي، ألا تشعر بالخجل؟ إنه ملكي. رائع، الآيس كريم لي الآن. مذهل. لذلك من السيء أن تسرق ممتلكات الآخرين. سيء لكن لذيذ. من فعل ذلك؟ حسناً، لا مشكلة، سأعلمكم جميعاً درساً. فقط حاولوا سرقة شيء آخر. يقترح تعرفة ما بالداخل. موافقة؟ هل هذا كل شيء؟ بسكويتة واحدة لثلاثتنا؟ لا يكفي، ماذا سنفعل؟ أعتقد أنني أعلم. حان الوقت لتوزيع البطاقات. لن أتذوق البسكويتة. هذا سيء. ما لم أفعل ذلك بسرعة. لا، لا تلمس بسكويتتي. الآن أنا سأسحب البطاقة. هاي، يمكنني أن أقدمها. حسناً، هذا يعني أنني يجب أن ألعقها. أردت أكلها. فقط حلفني الحظ اليوم. على الرغم، لدي فكرة. سماثا، هل يمكنني أن أكون الأولى؟ هيا، لكن لا يمكنك الأكل. قد لا أكل، لكنني سوف ألعق ألذ حشوة بيضاء. ماذا؟ لم تتركي لي شيء. لا تقلقي، أعددت لك بعض اللعب خصيصا لك. هنا، خذي، شهية طيبة. بالمناسبة، لدي لعب جيد جدا. يا له من كابوس، هذا مقرف. مقزز، مقزز، وكأن كلبي يلعقني من فمي. أهلا، وماذا أفعل به؟ مقرف. هلا وقت الفتح. دوري هذه المرة، دعنا نرى ماذا هناك. يبدو وكأنه صبار. ربما ستكون شوكولاتة بحجم التأكد. مؤلم، إنه حقيقي. مهلا. ما له من رعب، إنها إبرة. أعرف كيف يمكنني مساعدتك. لدي لصاقة هنا، هذا ما نحتاجه. شكرا لك جاك، أنت رجل حقيقي. يبدو أن الوقت قد حان للبطاقات. كلا. هاي، لقد فزت، لن ألمسه. لابد لي من لعقه. وأنا قد مو فظيع.
نعم لقد لديك، وخاصة أنك الأولى. أنا لماذا؟ أنت أولا. لا أنت. يتشاجرون مثل الصغار. هذا لك. لا لك. هذا يكفي. ربما حل المشكلة أسهل بلعبة حجر ورق مقص. أوكي. إنها فكرة جيدة. حجر ورق مقص. لقد فزت. خذ جاك، أنت أول من يلعب. بصراحة سهل. كم هذا مؤلم. جاك المسكين. إيه إنها مجرد خدعة. في الحقيقة اللسان ليس حقيقيا. نكتة غبية. الآن عليك أن تلعب سبا بشكل حقيقي. حسنا سأحاول، لكن لماذا المخاطرة؟ لدي فكرة عن كيفية جعل الصبار غير مؤذي تماما. بالتأكيد لن يكون شائكا. مهلا احذر. ومع ذلك كانوا يطير في اتجاهنا. أنا كل في الدبابيس والأبر. جاك انظر أين تحلق. لا تتذمروا، الآن يمكنني لعق الصبار بأمان. ويمكنك أن تقدميه يا أمبر. أعطيني سوف أجرب. الأبر ما زالت علي. مقرف. حتى الصبار المحلوق طعمه مقرف. مقزز. لماذا علي؟ لماذا أنا؟ إنها أمبر. ماذا؟ هناك رائحة؟ يبدو أن هناك رائحة تنبعث من الغطاء. نحن بحاجة لمعرفة ماذا يوجد. أوكي. هذا ما كنت أخاف منه. إنها سمكة. مقرف. السمك مثير الإشمئزاز. لنفتح البطاقات. اللعنة علي أن ألعقها. هاي أنا لن أفعل شيء من حسن حظي. ما كان ذلك؟ لا يهم. أوكي. اتضح أنني يجب أن أخدمها. لا 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 أوافق. نعم عليك ذلك. حسناً فليكن، سأكون الأول. الأمر أصعب مما كنت أعتقد. أنا خائف. لكن يجب علي أن أستطيع. دقيقة واحدة. لن ننتظرك هنا، سوف أساعدك. نفس الشيء، لكن حقا أسرع. مقرف. مقزز وغيد. كيف تجرؤين؟ سوف أساعدك أيضا. هنا خذي كل أسماكك. أخدمي. ماذا فعلت؟ لم أكن مستعدة. سأمرض. مقرف، يا لها من رائحة كريهة. لكن هذا ليس كل شيء، لا يزال لديك نصف السمكة. اتركني وحدي. هذا مؤلم. لماذا فعلت ذلك؟ حسنا لنفتحه. دعونا ننطلق. واو، يا لها من كعكة ضخمة. انا بالفعل اريد ان اكلها. لكن لا يزال الوقت مبكرا. البطاقات اولا. هم بالفعل جاهزون. لنوزعها. رائع، أستطيع أن ألعق كل شيء. هاي سوف أكل. حسناً لا يمكنني فعل أي شيء. يجب أن أعاني دائماً. سوف أتذوقها أيضاً. لذيذ، كنت لأكلها إلى الأبد. أبعدي يديك، هذه ليست كعكتك على الإطلاق. لن تشارك. ليست كافية لي. ربما يكفي. في الواقع هذه كعكتي أيضا. لذيذ جدا. يكفي، المشاركة ضرورية. ماذا تفعلين؟ كريمة على أنفي. مذهل. كنت على حق، الكعكة فقط رائعة. هاي سامانثا، هل يمكنك مشاركتنا أيضا؟ ماذا؟ لا، هذه كعكتي. إذا خذي هذا. ماذا فعلت؟ حسنا، هذا كل شيء. سترى. لا يجب أن تكون معي هكذا. أهلا. لم تصيبيني. ما هذا؟
في رأيي حتى أنه يناسبك. أتساءل ماذا بالداخل؟ يبدو لا طعم جيد له. هذا فقط فظيع، يا له من مقرف. حسناً أنا سأكل أيضاً. هاي أنا سعيدة الحال. لن يكون اللعق بهذه الصعوبة إذا قمت بتسكير أنفي. هذا ليس مخيفاً. وإذا قمت بإزالة مشبك الغسيل. هذا كل شيء. مقرف، مرعب، أعيدي. كمان جاك، أنت الآن. لا، لا أستطيع أكله، هذا مقزز. لكن لابد لك. لماذا أنا غير محظوظ؟ كيف ذلك؟ لا طعم له. أخيراً الهواء النقي. نعم. لا تفرح مبكراً، شيء ما ليس جيد بالنسبة لي. لا، تلك الرائحة الكريهة مرة أخرى، ساعدوني. أنا أسقط، أنقذوني. أوبس، هذا ليس خطأي. كمان لنرى معا. رائع، هوبا بوبا. نعم فعلا، يبقى فقط توزيع البطاقات. ماذا لدي؟ حسنا، لا أستطيع حتى أن أكل. ويمكنني أنا أكل العلكة، كم هذا جميل. حسناً، لا، علي أن ألعق العلكة. هنا، أمسكي، ستكوني الأولى. رائع، أتمنى أن تكون لذيذة جداً، حتى على اللسان. على الرغم، لماذا نضيع الوقت على التفاهات؟ يمكنني أن ألعقها كلها. What? بالتأكيد سيكون طعمها أفضل. أنت تفسدينها، ربما هذا يكفي بالفعل. أعطني إياها. حسناً، الآن لعبك يأسل على كل شيء، لكنها كانت لذيذة للغاية. لا، لن أكلها، هذا مقزز. مهلاً، وماذا علينا أن أفعل؟ Hey, you!